ازيكم شباب؟ عاملين ايه؟ فيديو جديد عن لعبة فيفا 22، ولعبت جيم كده خلف الكواليس بس خسرت، وكنا كسبانين في الشوط الأول 2-0، فلازم ان انا اوطي الصعوبة واطيقها لسه حالا قبل ما نصور طبعا دلوقتي، فقلت لازم اقللها يعني. وبس هعمل ايه بقى؟ مش عارفة ما نعمل ايه تاني، بس يعني كمية معاناة مش طبيعة ان انا اكسب، مش عارف اكسب خالص. ف نعمل ايه بقى؟ تعالى يا نهار اسود، هنلعب ضد ليفربول. طب بقول لك ايه، يلا يا عم العب يا عم، يلعب يا عم، يلعب يا عم بالقرف يا عم، يلا يلا يا رب نكسب اي ماتش اي بتاع، يا رب يا رب بجد. يعني لو كسبنا الماتش يبقى حاجة اسطورية جدا، وان احنا نلعب ليفربول كمان. المشكلة ان انا اصلا يعني مش عارفة اعمل حاجة خالص يعني، فاما انا عارفة اعمل حاجة يعني، وانا مستوي اصلا المفروض يكون ما بين محترف والعالمي، بس مش عارف العب على عالمي، فا يا رب انا اعرف نعمل حاجة يعني ان شاء الله، يعني ما اعرف نعمل حاجة. وعلى الارض انا ما لناش حجة يعني، احنا نكسب ما لناش حجة خالص. معكم محدثكم فارس عوض من كابينة التعليق، واليوم نحن على موعد مع مباراة ضمن مباريات بطولة الدوري الانجليزي. لدينا اليوم فريق لايونز مواجهة الريدز نادي ليفربول. انا غلطان، انا دي كنت غلطان فيها كما هي العادة في مباريات كرة القدم. هذه هي يا ماني، هذه هي ماني، بس استنى الهجمة ما زالت قائمة، استنى بس استنى، يأتي فرصة بتضيع في التوقيت المناسب. بالله عليك استنى، بالله عليك، بالله عليك، حاول بقى تقطع بقى، حاول تقطع بقى، خليك جامد كده اجمل 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 اجمل. عاش يا حارس يا باشا، عاش يا حارس، عاش يا حارس. تعال 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 تعال، بص رايح فين. بقول لك ايه، احنا عايزين نكسب مش عايزين نهبط، مش عايزين نهبط درجة تانية. اوعى، انا اسف يا صلاح، انا اسف يا صلاح ان انا هوشتك كده يعني. قائمة الأكثر استقبالا للأهداف، دفاع سيء يعني كل شيء سيذهب بالتأكيد. أوبا، مين اللي تشمس ده؟ مين الجميل اللي تشمس؟ من تلقي الفريق للأهداف وغير راضي عن هذا الوضع، وتتمنى أن يتغير الأمر في المباراة اليوم. يا رب المناسب يمنع الخطورة. محمد بإذن الله، صلاح بإذن الله بإذن الله، تمريرة من محمد صلاح لكن مقطوعة. إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله كده إيه هنكسب وهنجيب تلات أجوان. ده فيرمينو، ده فيرمينو، يا سبحان الله. لم يبعدها وما زالت الخطورة قائمة. خد يا عم تريزيجيه، ادي تاني، خد بقى تاني. أوبا، ما زالت الكرة في الملعب، بتروح إلى تريزيجيه. ياه، خد يا سيدي، هات تاني. ضغط يتشكل ولكن بدون استعجال، وفي تسرع حتى الآن بالرغم من التعادل. المساحة أمامها لإرسال كرة عرضية. تريزيجيه بيسدد. ما هو أليسون بقى، ما هو أليسون، ما ده أليسون يعني. استنى ايه، استمع الآن إلى صوت المدرج، شوف الجماهير اللي تشجع الفريق لاستغلال هذه الكرة. تعالى بقى، تفضل تجري بقى كده وخلاص. محمد صلاح، بقول لك ايه، انا لازم اغير التشكيله دي حالا، التشكيله دي ما ينفعش، التشكيله دي وعندنا في داهية خالص، دفاع فيها بلالة. دي التشكيلة دي نلعب فيها لما يكون في ناس
قويين، لكن الناس اللي معايا دي احنا نلعب 5 مدافعين 6 حاجة كده. حلوة تسديده، مرت يدوب فوق العارضه، تسديده كانت قويه لكن ينقص الدقه والتوجيه في اللقطه الماضيه. ياه بدون تركيز هذا حاجه قويه كمان. كمان ايه كمان؟ ايه ده اللي جابوا ليمار؟ ليمار مش نيمار، ها عشان ما حدش يفتكر ان ملعوبة الى مصطفى. ايه الحمد لله. شوف الدفاع عن المرمى بكل ما يملك، فرصة هدف محقق لكن يتألق ويبعد الكرة ويبعد الخطورة. ضربة ركنية بدون خطورة والكرة بتضيع. والله وريني بقى تاخدها ازاي، وريني. توماس ليمار وراني بقى تجيبوا جون ازاي، وراني. محمد صلاح، محمد صلاح والتسديده والكره تصل الى الحارس. هذه كيف ضاعت، كيف راحت هذه الفرصه، فرصه هدف محقق. اي ندم، اي حسره على ضياع هذه الكره. ماني يتوغل بشكل ممتاز، خطوره في هذه اللحظات، تمريرات سريعه. يا رب صبرني. خرق المساحات، ايجاد الثغره بالكرات البينيه السريعه وتربك الخصم. بقول لك ايه، انا عايز اربط الخطه، معلش معلش عايز اظبطها، معلش 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 استحملني استحملني. انا عايز خطه حلوه دي، حلوه ولا دي اللي فيها انتشاريه اكتر؟ لا بص، انا عايز العب الخطه دي الصراحه الصراحه، يعني ما اكدبش عليك، انا عايز العب الخطه دي. كسي ام ده ار ام ده سي بي ده سي بي. نزل نزل لحد سي بي كمان. ده ماشي، ده ار دبليو، ده سي ام، ده سي ام، ده ال ام. ماشي، ده ار ام، ده ار ام برضه. طب خلي ده هنا وغندور خليه هنا برضه. ده ال ام، طب خليك انت هنا وتعالى يا ده، تعالى انت بس. متهيألي كده فل كده 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 خلاص كده. ولا ندخل ده، دخل ده ولا اقول لك اني اسرع فيهم؟ متهيألي الاتنين زي بعض، مش عارف. خد الجري بقى فين؟ مش عارف. ماشي، دخل ده ولا ده؟ ماشي، استنى بقى لما ايه، لو حد فيهم مستهبل نزل بقى وطلع وكده. واضح المدرب راح يجري التغيير في هذا التوقيت. لا بص لمين، تعال تنفذ خطيرة. تشامبرلين مفهوم برضه ابراهيم كوناتي. ايه ده كوناتي ده لسه جاي ليفربول جديد ده. فرصة لكرة مرتدة، الحكم يقر إضافة دقيقة. كان لاعب امبارح في ماتش ليفربول وكريستال بالاس. اوبا اخيرا جبت جون بقى. يا سلام على الكرة المرتدة. مين اللي جاب الجون؟ غندور؟ لا بروتون صح؟ شوف النهاية، شوف بروتون؟ شكله كده بروتون صح؟ فالإعادة نشاهد حارس المرمى. ايوه هو بروتون جاب جونين من ساعة ما بدأنا. اخيرا اخيرا احنا كسبانين ليفربول. احمدك يا رب، احمدك يا رب قبل ما نكسب الدوري. شوط ثاني ينطلق وليفربول سيحاول ان يعود في النتيجه. والله قبل ما نكسب الدوري، والله يعني نفسي نفسي دوري نكسب. اوبا ايه ده، 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 ايه استخلاص الكرة في ملعب
ده في كوبري جه ده صح؟ يا لهوي هدف يسجل يا الله يا لهوي ايه الكرة دي؟ هدف التعادل اذا لا 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 جون حلو جون حلو جون حلو الصراحة متعادلين مش عايز اتعادل انا عايز اكسب وحشة تمريرة بدون تركيز تذهب للفريق الاخر يورجن كلوب يجري التغيير الان التغيير راح يكون بخروج اللاعب تشامبرلين وسيدخل بدلا عنه جيمس ميلر لاعب انجليزي اللي يجيد التواجد في اكثر من مركز خرج تشامبرلين ايه ده ده ميلر جاب جول يغير مسار المباراه نقطة تحول في هذا اللقاء ده بيقول لي مين انت مش عايز تشامبرلين يخرج ارد عليك بقى انا يا ربي دي احنا تعبنا عشان نعرف نجيب الجون ده تعبنا وشقينا يا عم تعمل ايه ايه ده لا يذكر بقى يعني سيبه الفارق الصغير ده سيبه ده لما صدقت كنا كسبانين ليفربول كان مهم جدا حتى لا تهدر تمريره مثل هذه وتضيع الهجمه انطلق على الطرف ممكن يلعب لك كره عرضيه خطيره لتريزيكي يا نهار اسود على بسرعة تعني هدف 100% لكن تألق أليسون في بعض الكرة يا تريزيجي يعني دي كرة دي عليها تريزيجي يعني. الله يا فيرمينو دي كانت كرة دي عليها تريزيجي المباراة تدخل الآن في الثلث ساعة الأخير بابا لدي فرصة لإرسال كرة عرضية تدخل وقطع للكرة في وقت حاسم شوف كيف خلصها يا سلام على قطع الكرة تمريرة فيها من الذكاء الكبير حقيقة ما زال يبحث عن المساحة الحمد لله يتصدم يتحدى ويتألق الله على كرة كيف ممكن تحرك الشباك فرصة خطيرة ممتاز حارس المرمى تبديل تكتيكي بيلعب الكرة باتجاه المرمى كرة في المرمى وينجح الليفر في الفريق إلى هدفين شوف يا عم مش عارفين نكسب يا جدعان يعني مش عارفين نكسب ليه احنا والله ما فاهم انا يا جدعان بقى ايه القرف ده ايه القرف ده يا جدعان بيلعب لبينية جميلة تسويبة كانت سهلة وحارس المرمى يتصدى 10 دقائق ويطلق الحكم صفر نهاية المباراة عارف والله يا جدعان اعمل ايه يفقدون الكرة والله ما عارف اعمل ايه في نفسي ولا فرصة لكرة مرتدة تقدم ممتاز باتجاه المرمى فرصة لتقليص الفارق بكرة يا لهوي دي ضاعت تدخل وابعاد الخطوة يا لهوي احيي ملعوبة الى ابو صلاح
تياجو الكانتارا. فرصة خطيرة هنا. لا 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 مفيش أي حاجة. أنت عايز تقع. هو ماشي في طريقه اللي هو إيه، وقعني بالله عليك وقعني وقعني. في منطقة الجزاء يفتك الكرة بامتياز. دقيقتين يحتسبهم حكم المباراة كوقت مضاف. جيمس ميلنر بينية متقنة. وبعدين هو هو ايه الجليتش اللي حصل؟ مفيش ولا نتيجة ولا ايه النتيجة مش باينة اصلا. لا يا جدعان يعني انا مش عارفة اعمل ايه تاني يعني. انا كل حاجة في امكاني ان انا اعرف ان انا اكسب بس. اوف. طب هقولك انا حاجة حلوة اوي. استنوا الماتش الجاي، استنوا الماتش الجاي. ولا عين ولا عين يحصل ولا عين. هو ممكن الفريق مش بيلعب حلو عشان مش راضي. ممكن ما هيكون سعيد مثلا، هيكون يأدي مثلا. ده لسه تلاتة زي ما هي يعني. بس كده انزلي. مين اللي سألك انزلي؟ اللاعب مين؟ ربنا يستر. وستهام. طب نكسب بقى وستهام يعني. نكسب يعني ما فيش اي شك ان احنا نكسب فيه. مفيش اي شك. بس يا عم دخلني بقى يا عم. دخلني ما نشوف هنعمل ايه. نعمل اي مصيبة اهو. يا لهوي ده لو كسبت حتى لازم اكسب بسكور. لازم اكسبهم بسكور عشان اعرف ان انا لازم اكسب بسكور علشان بس ما بقاش من هبوط. ان اكسب 6 اكسب 7 اكسب 8 حاجة زي كده يعني. نيو 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 بيو. انا بحب اوت من ده. زيو اصلا غوت الزيو اصلا من هنا من ملعبي على ارضي. على ارضهم نلعب. على ارضهم فركزوا بقى. كابوس ايديك. محدثكم فارس عواض. ولقاء اليوم هو ضمن منافسات الدوري الانجليزي. فريق ويست هام يونايتد في مواجهة لايونز. عندما يتعلق الامر بكرة القدم نعرف بان الوضع يختلف عن بقية الرياضات وتصبح الاثارة اكبر. يا رب لا يا رب. هو ايه بيعدي كده ليه؟ مايكل انطونيو. مانويل لانزيني بيجرب بيشوت. ممتاز في ايقاف التسديدة. كرهها بشكل سليم. يقطع الكرة بدون مشاكل. تريزيجيه ينطلق على طرف الملعب. يتقدم في الجناح. يستخلص الكرة ويحيي المحاولة. كنت هقطعها من الحارس. الفريق الضيف يعاني بشدة دفاعيا. هذا الامر يجعل الاسوأ دفاعيا هذا الموسم والاكثر استقبالا للاهداف. اكيد مشاكل الفريق الدفاعية لن تحل في مباراة واحدة، لكن يجب ان يكون هناك مؤشرات على التحسن، ويجب ان تكون سريعة جدا قبل ان ينفد صبر جماهير النادي التي اصيبت بالاحباط. عرضية في منتصف ال 18 والراية هنا تأتي لتعلن عن انتهاء الهجمة وعن وجود حالة تسلل في هذه اللقطة. واتسون. تقدم هجومي من لايونز. فرصة تنتهي والكرة مع الفريق الخصم. ميخائيل أنطونيو. مايكل أنطونيو يعدي فيها. فرصة الآن. كرة بيخلصها بكل ثقة بكل تحدي بردة فعل برشاقة. حارس المرمى ينجح في الاختبار. كرة كانت من مسافة قريبة لكن ردة فعل خيالية لهذا الخيالي. مستحيلة هذه الفرصة.
الحكام لم يكن محظوظا، سدد الكرة يا رب بقى يا رب. الكرة على المرمى، فرصة بطيئة يعني. انتوا ماسكين فيا؟ ماسكين ان انا ممكن اعمل حاجة؟ انا كنت ساكت كده. لا والله عشان عايز اركز، نفسي نفسي اركز، نفسي والله نفسي اركز، يعني نفسي اكسب، قصدي نفسي اكسب، نفسي اركز. ايه محاولة هجومية هنا، مش مهووس بالماتش ومهووس بالتركيز، بقيت اتكلم كلام مش مفهوم. الكرة بتمر من جانب المرمى وتكمل طريقها الى خارج الملعب وسط متابعة. بقول لك ايه، بص كده ممكن اعمل حاجة حلوة اهو، ممكن اعمل كده. بص يا سيدي، حلوة اول خطة دي، محدش يتريق، دي خطة جامدة جامدة جامدة. محدش يتريق، محدش يتريق. بقول لك ايه، تعالى انت هنا، انا عايز سي ماشي، ده سي ام وده سي ام برضه. طب بص هدا كده، طب هدا كده بقى. ماشي، هو المشكلة في ده وفي ده. ماشي تمام تمام تمام، هدا بس ده كده، خلاص كده بإذن الله كده نعرف ان احنا نكسب بإذن الله. بابلو فورنالز قوة كبيرة في الاحتفاظ بالكرة، هو وقع عليه، قطع ممتاز للكرة قبل ان تصل الخصم. محمود تريزيجيه، حلوة الكرة بين الاثنين، دفاع ممتاز، قراءة سليمة لهذا. هو ايه بيلعبوا كمان هم باربع، بيلعبوا بخمس مدافعين زي ولا ايه؟ ممتازة، تغطية سيئة من الفريق الخصم. مانويل أرزيني، مستحيل هذا التصدي. حارس مرمى، اخيرا تاتي اول فرصة ومعها ترتفع اصوات هذه الجماهير لدعم الفريق للتقدم. يعني الذين شفت انت الكعب اللي اداهوني ده، تسديدة قوية لكن بدون اي تركيز، يا تفتقد للدقة، الكرة تذهب بشكل بعيد جدا عن المرمى. الكرة تحت سيطرتهم بعد ما تمكنوا من استخلاص الكرة والسيطرة عليها. يعني فرصة خطيرة، يا رب بقى يا رب بقى صبرني بقى، يا رب صبرني على ام الدفاع ده. ايوه بص بقى يا سيدي، عايز اغير بس في حاجة، بس بسيطة 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 قوي. ده ايه؟ لا سي بي، ده ايه سي بي، ده ايه ما اعرفش، ده سي بي، ده ار ام، نزل سي بي، نزل سي بي بس، شكرا. بعد ملامسة المدافع وضرب ركنية، ايوه اعمل بقى ايه، بتغييرين في دفعة واحدة. يا رب بقى يجيب نتيجة بقى، يا رب. يا رب بقى التغييرين دول ايه يجيبوا نتيجة، ما نبلعش حتة جون كده في الاخر. رمي التماس، النتيجة متعادلة واللعب بهدوء من اجل تسجيل التقدم الان. كرة بتتخلص قبل ان ايه ايه برجله برجله، ده مديها برجله ازاي؟ هو مديها برجله اصلا، نعم يا هما شالوا القانون ده في 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 في, في الكورة ولا ايه؟ مانويل لانزيني، دي مصر كان هياكل فيها جون بسبب الكورة دي، بس على عبد الله السعيد شالها ماتش البرتغال، مشهور البرتغال. هو انا احط مدافعين يجي فيها اجواء، احط مهاجمين ما نجيبش جوان؟ لا يعني انت استفان لايقه على بعضها قوي ده، احط مدافعين يدخل الاجوان، احط مهاجمين ما نجيبش جوان، فكده تبقى علامه استفهام لايقه قوي والله. اقول لك بقى نعمل كده، احنا نعمل كده اهو بس كده.
يا ربنا يستر. 45 دقيقة أخرى انطلاقة لشوط المباراة الثاني. ربنا يستر ربنا يستر علينا. كرة مقطوعة. بقول لك ايه، العب بخطة هجومية بقى ولا ايه؟ يتقدم بالكرة، راح فيها فرصة لإرسال كرة عرضية منتظرة. وصلت لتريزيجيه في منطقة الجزاء، يفتك. لا هي مش وصلت لتريزيجيه، هي وصلت لهباليه مش تريزيجيه. في الدوري الانجليزي الممتاز ستكون المتعة حاضرة في الجولة القادمة في لقاء فريق ويست هام يونايتد التالي، حيث سيقابل ايفرتون خارج ملعبه. وسأوفيكم الكبير التعليق في تغطية شاملة وكاملة المباراة. بموت انا بموت. فريق لا يمل من التمريرات القصيرة والسريعة، انهم لا يتركون الكرة. ممتاز في الضغط العالي. مايكل انطونيو. يا رامي بقول لك ايه اعمل خطة هجومية بسرعة بسرعة، عشان كده مش هينفع اعمل اي بتنجان. 4-5-1 جميلة. حط يا عم تريزيجيه. فين تريزيجيه؟ او هبليه. فين هبليه؟ هبليه ابوس ايدك يا هبليه. تعالى كده يا هبليه، روح كده يا هبليه، خليك هناك يا هبليه، خليك انت هنا. اقول لك في اس تي احنا كنا حاطينه ولا خرج ار دبليو. ها حطه هنا اس تي، عايزين اس تي. اس تي بسرعه اس تي. فيش. طب تمام. رحنا في داهيه رحنا في داهيه رحنا رحنا روحنا الداهية روحنا روحنا احنا روحنا في داهية. الكرة في المرمى. الله على الهدف، هدف تعزيز التقدم. هو انا مش هكسب طيب ولا ايه؟ انا شكلي كده عمري ما هكسب في حياتي. نفسي اكسب والله يا جدعان، نفسي اكسب والله. انا في ايه كسبان؟ بيعدي فيها من المدافع عرضيه بشكل خاطئ. ده انا من كتر ما انا بخسر بقيت مش عارف بقيت ايه. الثلث الاخير من المباراه يبدا في هذه اللحظات، متبقي فقط 30 دقيقه. ايه حكم حكم يا مرشي. فرصه الواحد على واحد الان. مع السلامة للي عايز يمشي، ماركت تودي وما ترجعش. مع السلامة. اخيرا جبنا جون، احنا جبنا جون. جبنا جون بعد كده. اخر ماتش بقى في الحلقة، عشان خلاص تعبت الصراحة. وان شاء الله يكون، وان شاء الله نكسبه يعني، ان شاء الله باذن الله يعني. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب نكسب. تعبت يا جدعان والله. احنا بقالنا 4-5 حلقات باين ولا 3 بنحاول نكسب، مش عارفين. انا اول ما اكسب هاني الحلقه كده خلاص، اللي هو الماتش الجاي ان شاء الله باذن الله. باذن الله يا رب يا رب يا رب نكسب بقى. تعبت والله. باذن الله كسبنا نهاية الحلقه ونعمل بقى ماينكرافت، اوريك بقى الحاجه الايه اللي عملناها. بصوا يا جدعان، انا هشوفها لو ظبطت يبقى في فيديو ماينكرافت هينزل، لو ما ظبطتش مفيش فيديو ماينكرافت هينزل. تمام. شوف على لبن، شوف على لبن. ربنا يستر. هنلعب تشيلسي وربنا يستر، عشان انا تعبت الصراحه. ربنا معاك ربنا معاك يا سيدي، ربنا معاك يا سيدي. يا رب نكسب. ادعولي يا جدعان، ادعولي. استنى يا ماشي. يلا يا عم ادعولي يا جدعان اكسب. يا جدعان ادعولي 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 عشان انا تعبت يا جدعان. تعبت
تعبت والله يا جدعان، نفسي اكسب. نركز بقى، نركز نتعلم على الشوط. ايوه حلوه قوي الشوطات دي. عايزك تشوط قلش قلش قلش، عايزك تشوط عايزك تشوط زيها بقى في الماتشات. اوعى اوعى ما تشوط زي اللي انت بتتمرن فيها دي، هشنقك. بص 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 الجمادة، بص الجمادة ايه، بص الجمادان، بص الحلاوة، بص 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 بص. يا سلام في التسعين يا ناس. مساء الخير عليكم يا رب. جميع المشاهدين الكرام، الماتش الاخير على ارضنا ده من تشيلسي في ملعب المباراة. احدثكم فارس عواد، هنا عايز اخش عليا، انا عايز اخش عليا، انا تعادل على الاقل، على الاقل تعادل. باظ فريق لايونز في مواجهه البلوز تشيلسي. ننتظر سلكان مباراة كبيرة لينا. ايه ده ايه ده مش لينا ازاي؟ هو ده مش هنكلم عاملني خالص. ايه ده؟ الله 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 الله. بوم بوم بوم. ايه ده؟ هو انا اصلا موت الزرار الاو وما المفروض يكون في السقف، الكرة تكون في السقف، سقف الجون، وكمان مش حاططها في الزاوية دي. ضربة مرمى طبعا. ايه ده؟ زيو شكرا. دفاع حديدي خلص الكره وقف الهجمه. الموسم اجري 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 اجري. كرة في إطار المرمى، لماذا كل هذه القوة؟ ركن الكرة بدقة أفضل وأضمن لتسجيل الهدف. يا رب بقى واتسون، يا رب نكسب. ها يا رب التيكي تاكا دي تجيب نتيجة. ها بحثا عن مساحة في دفاع الخصم. كورنر، كرة تصطدم في الدفاع، تخرج إلى ضربة ركنية. تنفيذ ركنية في منتصف منطقة الجزاء، ركنية ستصل يد حارس المرمى. يا رب بقى يا رب يا رب، عايز اكسب. كريستيان بوليسيتش، تشيلسي يهاجم الان. ايوه اخيرا فرصة وتنتهي الهجمة بلا باذن الله باذن الله باذن الله هنكسب باذن الله. امال كبيرة على ان يتم فاول في هذا اللقاء. هو لاعب صاحب قوة كبيرة في الملعب، ما في كلام، القوة البدنية عامل مهم بالنسبة له في كرة القدم. ايه طبعا ده 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 بيروح الجيم بيسهر هناك. بيسهر عمال يتمرن، بس كل اللي بيعمله عمال يتمرن في الجيم. لكن الخطورة تنتهي. كوبري اهو كمان لبس كوبري اهو. قطع ممتاز للكرة قبل ان تصل الخصم. الله الله على المرور. يا سلام يا لوكاكو، ده عدى مني بسلاسة. ايه بانتظار تنفيذ الكرة. اه ماشي حكم يوقف اللاعب احتساب الخطا في اللقطه السابقه، والان نشاهد كرت اصفر في هذه اللحظه. لا مش عايز جون. لا 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 الحمد لله. يلا قدام بقى بسرعه، قدام بقى بسرعه، قدام قدام. اجري بقى اجري. ده كانتي ده ولا ايه ده؟ لا ده مش كانتي، ده ايه؟ اه كانتي اه كانتي. يا عم كانتي، ما خلاص ما خلاص يا باشا. يلا تاني يلا تاني يلا تاني. لقطة خيالية. انت بتديهم الكرة ولا ايه؟ انت بتديهم الكرة في صدرهم. لا اصدق، كيف لم تدخل تلك الفرصة؟ كل شيء كان متاح للتسجيل لكنها ضاعت في النهاية وبشكل غريب. تمريرة كانت قريبة لكن في الأخير تكمل طريقها إلى خارج الملعب. يا رب يا رب نكسب. لعب ممتاز على الجناح من تشيلسي. اه عدى الفرصة في هذه اللحظات. تعال اقول لك تعال اقول لك،
تدخل بشكل سليم. شوف استعادة الكرة بطريقة مثالية. بقى كريستيان بورتو يا رب حولها القائم، حولها الى داخل الشباك. ايه ده ليه كده؟ ايه العنفوانية دي؟ ايه العنفوانية دي يا عم؟ ايه ده؟ استغفر الله العظيم يا رب. انت مش لما صدق لكن تنتهي خطورة الهجمة خلاص. يلا يا عم احنا لاعبين ماتش حلو بقى، تكمل بقى ونكسب تكمل. والله لاعبين ماتش خرافي اقسم بالله. بينية فيها خطورة، هجمة لم تستطيع. ايه 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 فرصة هدف محقق لكن يتألم ويبعد الكرة ويبعد الخطورة. مضغوط عليه، يفقدون الكرة مرة أخرى. لا يمكن ما يحدث. احنا كنا مسيطرين، ايه اللي حصل؟ لوكاكو في فرصة في محاولة. الحمد لله فرصة كانت قريبة جدا، رد فعل سريع كان السبب في إيقاف الخطورة. بيلعب الكرة إلى منتصف 18. انتهت الخطورة وضاعت الكرة الركنية. انتهت الخطورة ايه بس يا عم؟ الخطورة لسه موجودة حتى. بص يا عم الخطورة لسه موجودة. انت قطعت تقر تقر تقر. ده ايه ده؟ ده انت قرر قوي يا عم. تقدم مستحق في النتيجة. يا انا مش مصدقين نفسهم. لعبنا ماتش والله جامد جامد جدا يا. نلعب على ارضنا كمان، يعني في ايه يا جدعان؟ في ايه يا جدعان؟ ركزوا ركزوا ركزوا، معلش معلش ركزوا. سيدخلون الشوط الثاني بمعنويات مرتفعة. يا عم لوكاكو هتشوف رجلينا كلها هتدبونا كلها. كانتي كريستيان بوليسيتش لوكاكو. انا قريب قوي ان انا اخدها بس مش عارف اخدها. وبالتالي تنتهي الى حارس المرمى. تألق كبير من حارس المرمى. تألق كبير ايه؟ انا تألق كبير يا شيخ. الله يا عم بقى، يلا بقى. يا لهوي انت بتفوتها، انت بتفوتها كثيرا في قطع الكره. تشيلسي يهاجم الان. ربنا يستر والله، يعني ربنا يستر. انا ما بقولش حاجه غير ربنا يستر. حسب الله ونعم الوكيل. حسب الله ونعم الوكيل فيك يا حارس. حسب الله ونعم الوكيل فيك. ثلاثية ثقيلة الآن، هدف ثالث يوسع الفارق في هذا اللقاء. هجمة ابتدتي بعد. حسب الله ونعم الوكيل فيك يا حارس. حسب الله ونعم الوكيل. يا جدعان والله ما عارف اعمل ايه يا جدعان. نفسي اكسب يا جدعان. نفسي 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 يا جدعان. نفسي نفسي يعني حرام. طيب اكسب ولا ايه؟ حرام اكسب. ايه يا جدعان؟ يلا يا جدعان. معلش 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 بتقل عليكم. معلش انا اسف انا اسف. جدعان انا مش قادر، انا عايز اكسب. تمركز ممتاز يساعدك في قطع الكرة. يا ربي الثلث الاخير من المباراة يبدا في هذه اللحظات، متبقي فقط 30 دقيقة. وانت وقفت ليه تريزيجيه؟ انت كنت ماشي. تدخل يبعد الكرة. جدعان مفيش مايكروفت النهاردة. بس يعني انتوا شايفين يعني ايه اللي بيحصل يا جدعان؟ ايه اللي بيحصل؟ تتكلم عن مجهود ممتاز من الفريق ككل. احنا بنتعامل بنتفتح بنتنفخ. والله العظيم احنا بنتنفخ. مش عارف اقولها، مش عارف مش عارف اقولها. من كتر ما احنا خسرانين مش عارف حاجه، مش عارف اقول كلمه بنتنفخ. يا لهوي مش عارف انا ايه اللي حصل ده يا جدعان. كنا جامدين والله في الشوط الاول، والله يعني كنا ماشيين. ده بيتف في الارض يا حيوان، انت بتتف في الارض. كان ممكن تكون هذه الكرة في المرمى.
ها الجول اللي بعده كمان، ها يلا احنا ناقصين. واتسون لا يوجد لديه مساحه للتقدم اكثر عبر الاطراف. اوبا التسلل واضح يا عم، سيبها بقى. يعني ايه المشكله لو جبنا جون؟ يعني ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ انا برضه خسرانين، ايه الفرق؟ تيمو فيرنر، فيرنر مين؟ بس فيرنر مين؟ لعب ممتاز على الجناح من تشيلسي. اسمه فيرنر اول حاجه، ما كده مش وقت تنزل لي فيرنر. يعني تيمو فيرنر، ايه فيرنر دي؟ بعدين مش وقت، انت انت كسبان، تنزل لي فيرنر. تصدي بكل ثبات، ربع ساعة لنهاية أحداث هذا اللقاء. والله بيلعبوا أكنهم خسرانين بالظبط. فرصة أمام بيل. والله بيلعبوا أكنهم خسرانين. كانت فرصة هدف محقق، لكن برافو حارس المرمى خلصها وأبعد الكرة عن مرماه. بس بيضحك علي. ضربة زاوية أخرى، ركنية لا تستغل، فرصة بتضيع. والله يا جدعان ما أعرف أعمل إيه بقى يا جدعان بقى، أنا قرفت والله، يعني أنا قرفت. بلعبة قصيرة لزميلة. انا عن نفسي انا قرفت من الرقابه الان، بس ليا انا ما تهزرش بقى. تخرج الى رميه تماس، يعرف كيف يقرا الملعب بشكل مميز. هجمه جيبون خلاص، ضربه جزاء، ضربه جزاء. على ثباته، على شباكه، على مرماه. يا جدعان، يا جدعان. ريس جيمس ملعوبه الى سؤول، تعال تستعيد الكره بتدخل سليم. يا عم يعني دي اللي فيها حاجه، وضربه الجزاء اللي كانوا المفروض ياخدوها دي ما فيهاش حاجه. يعني انت هتعمل فكي؟ لا هما بقوا غلسين اوي في الفاولات كده ليه؟ على فكرة فيفا بقت وحشة اوي في الفاولات، بيستنوا كتير اوي. انا حطيت لك كل الدفاع، حطيت لك الفرقة كلها. طب تمام، اهي الفرقة كلها محطوطة. ها عايز ايه تاني بقى؟ مفيش حد غير حارس المرمى. والله كل يوم كان مغطوطين. يفكر في الخيارات اللي امامه. كرة الى ضربة مرمى. خسرين ثلاثة وبنلعب على صابط محترف. انا بقيت نوب قوي يا جدعان. تمركز الجيد يساعد في قطع الكرة. يخسرون الكرة من جديد الآن. والله أنا ما عليتش، أنا عليت الصعوبة ولا نزلتها ولا أنا إيه؟ والله ما فاهم، أنا حاسس إن أنا عليتها أكتر. تشيلسي يستغل المساحة الموجودة على طرف الملعب. تعالى يا عم، خد ضربة جزاء، خد ضربة جزاء يا عم. ما هي ناقصة، ما هي ناقصة. يلا يا عم شوت هنا، شوت هنا، لا شوت هنا، لا شوت هنا. يلا مع السلامة. يلا يا عم يلا. كانت ضربة جزاء ونفذها بشكل رائع. بص خد يا جون، امسك يا جون، امسك. ها خد، اديها للجون بتاعك يا عم. واضح ان المباراة تسير في اتجاه واحد. استنى يا جدعان الحلقة الجاية باذن الله. انت يا رب يا مساهم، يا مساهم نفسك. بس كده يا جدعان، هي دي كانت نهاية الحلقة. ودعوا لي يا جدعان ان انا اكسب يا جدعان، عشان انا والله تعبت جدا. والسلام.